وصلنا دلوقتي مشاهدينا لتاني فقرة حوارية معانا النهاردة، واللي بتعتبر مختلفة ومتنوعة. هنفتح النهاردة ملف الإرشاد الروحي والعلاج بالطاقة الحيوية، خاصة باستخدام برنامج بيساعد على العلاج باستخدامها بأساليب علمية حديثة. الحقيقة أن في برنامج جديد اسمه ألترا سوبر ديوتكس، ده علشان نتخلص من الوزن الزائد وعلشان نعمل نحت للجسم وعلشان كمان نتخلص من أعراض الشيخوخة والأمراض العضوية والنفسية. ده طبعا كمان علشان ننقي الجسم من السموم، زي ما بنستخدم ليفة علشان بقى ننظف سناننا وننظف جسمنا، في نظافة بتكون داخلية بنستخدم بيها قواعد صحية وغذائية. هنعرف تفاصيل أكتر من ضيفنا اللي منورنا أستاذ أحمد عبد العاطي، هو مدرب بالطاقة الحيوية. صباح الخير أستاذ أحمد ومنورنا. تحديدا أستاذ أحمد عبد العاطي، مدرب الحياة والإرشاد الروحي. مظبوط. صباح الورد عليك. صباح النور. إيه قصة ألترا سوبر ديتوكس؟ يعني الديتوكس ده اللي هو بتخرج السموم من الجسم. مظبوط كده، تمام. طيب هو القصه كلها بدأ على كذا منظومه او على كذا طريقه. يعني اول حاجه كلمه ديتوكس لوحدها، ديتوكس هي اخراج السموم من الجسم بشكل مطلق، تمام. طيب الكلام ده بيتعمل ازاي؟ دايما بنقول ان جوهر الانسان سره الاكل بتاعه، فاللي هو ازاي نتبع نظام غذائي، ازاي نتبع اسلوب غذائي، ازاي نتبع حياه صحيه. عاده يعني احنا بناخد من الهرمون الخاص من الاكل، او بناخد الهرمون الخاص من الحيوان، او بناخد الهرمون الخاص بالخضروات او الحاجات دي كلها. طيب فخلال برنامج الديتوكس او الترا سوبر ديتوكس احنا بنتبع قواعد صحيه سليمه، بنحارب بيها الشيخوخه، بنحارب بيها الاحاسيس السلبيه، بنحارب بيها الافكار، بنحارب المعتقدات السلبيه، بتبقى هي سلسله كده. طب هل البرنامج العلاجي بيبقى معتمد على نوعيه الاكل بس اللي الشخص بيتناولها، ولا ايه الحاجات اللي المفروض بتكون بيتضمنها هذا البرنامج علشان نوصل للطريقه المثلى بقى بنخس وصحتنا تبقى كويسه وبننقي جسمنا من السموم؟ الجزء اللي احنا اتكلمنا فيه ده اللي هو الديتوكس بس. تمام. طيب ازاي بقى يتحول يبقى الترا سوبر ديتوكس؟ تمام. طيب هو الموضوع كله بيعتمد على علم الايرفيديك، هو علم هندي اللي هو الطب الهندي البديل. بنستخدم البراكتس اللي موجوده جوه العلوم دي بحيث ان احنا نستخدمها في طرد اكتر للسموم او طرد اقوى للسموم. تمام. طيب بينقسم البرنامج لنظام الغذائي اللي هو نظام الديتوكس، بيبقى فيه ميه، نوع من انواع الميه اسمها ميه ديتوكس، بتبقى ميه ممغنطه، هي ميه فواكه ممغنطه. بيبقى فيه نظام اليوجا او الفيديك يوجا، بيبقى فيه علاجات بالمساج الايرفاديك مساج الخاص بالنحت واستعدال الغضاريف والعمود الفقري، عظام العمود الفقري. بيبقى في اي مرحله عمريه ممكن الانسان يستخدم فيها؟ بيبدا معانا من اي مرحله عمريه، يعني معانا لحد 80 سنه. 80 سنه؟ حتى 80 سنه بتجيب واقدر بقى من خلال 80 سنه العب اليوجا اللي حضرتك بتقول عليها واخد التمارين دي؟ بتاخد وقتها طبعا، كل حسب الفئه العمريه او حاجه، وبتختلف التمارين من شخص لاخر. بيبقى في مجموعه تمارين ثانيه اسمها الانتوديكس مثلا، ودي يعني قدرنا نعمل تعاون مشترك بيننا وبين جامعه في انجلترا من حيث ان احنا نعتمدها كنظام فعلي. كل 20 دقيقه جوه التمرين ده بتحرق معايا 2000 سعر حراري غير نظام الاكل. 2000 سعر حراري؟ 2000 سعر حراري كل 20 دقيقة. ده مش كتير مبالغ فيه ولا ده واقع؟ لا ده على الورق، ده اللي بيحصل. طيب استاذ احمد، هو دراسه حضرتك ايه وبدات المشروع ده امتى؟ طيب هو ده بروجرام اول حاجه، مش مشروع او حاجه. طيب هي الدراسات عموما او الطب الهندي البديل الطب التكميلي تعتبر من الدراسات الفرعيه. بمعنى ادق يعني ايا يكن ايه هو نوع تخصصك، بتقدم على الدبلومه وبتقدم على الماسترز بعدها وبتبتدي انك تدرس الموضوع كله. الطب الهندي الفيديك عموما بياخد من 4 لـ 8 سنين. من 4 لـ 8 سنين. طب يمكن احنا في مصر دايما كنا بنسمع عن الطب البديل، الطب الصيني. تمام. لكن يمكن دي اول مره بصراحه انا بسمع فيها عن اللي حضرتك بتقوله، ان احنا ممكن الطب الهندي. الطب الهندي يعني الهندي. انا عارف طب العلاج بالاعشاب، الطب الصيني، الطب الهندي دي جديده. طيب. هو المصطلح عموما طب العلاج بالاعشاب ده مصطلح عام بيجمع بين كل المدارس، يعني في مدارس مثلا في تايلاند، في مدارس في بتبقى في الصين، في مدارس ثانيه في الهند، في مدارس في روسيا مثلا، كلها بتجمع. انا عشان اخضع للبرنامج ده هاخد وقت قد ايه قبل ما احس بنتيجه؟ ما هو دلوقتي ازمه تعفن معظم الستات ان هو انا ببقى عايزه اوصل لوزن كويس وفي نفس الوقت مش فكره وزن كويس. طيب. بصحه كويسه. اوكي. طيب دايما لما بنيجي نقول الحميات الغذائيه او الانظمه الغذائيه بنلاقي معاها فتره اكتئاب. صح. لان الموضوع مبني على سياسه الحرمان.
صح. والتعلق بنتيجه. الديتوكس مختلف، الديتوكس بيشتغل على حاجه اكبر من كده شويه، بيشتغل على حاجه اسمها الشهوه. حاجه اسمها شهوه. شهوه. شهوه الاكل. بكسر الرابط بيني وبين الشهوه. غالبا الديتوكس بيكون 7 بمضاعفات ال7، يعني مثلا سي 7 14 21 25 35 42 يوم بحد اقصى. طيب ايه فكره 7 او ايه فكره رقم 7؟ هو مش فكره تعدادات ارقام او حاجه، ولكن هي برمجه العقل اللاواعي على تقبل نشاط معين. برمجه العقل اللاواعي ان هو يتخلص من السموم بشكل معين. طب افرض انا عندي ياس، في ناس ما عنديش اراده، ده الجزء اللي هنتكلم فيه. في ناس بتدخل مرحله الرجيم عموما او اي تحت اي نظام غذائي سواء كان طبي او حتى معايا يعني، وبيبتدي يجي لها الاحباط، يبتدي يجي لها الياس زي ما بتقولي. ده بسبب ايه؟ بسبب ان في رابط متعلق، انا لازم اعمل كده عشان اوصل، لازم احرم نفسي عشان اوصل. بس هي فلسفيه اكتر، البرنامج اللي حضرتك بتقوله اللي هي فلسفه قوه الاستغناء، ازاي الانسان يتعلم ان هو يستغنى. لا هو مش قوه الاستغناء، بالعكس هو البرنامج فيه اكل كتير. في اكل كتير. اللي هو 6 وجبات متقطعين. هم 3 عادي. هم 3 وفي اكل. طب يعني ماشي ازاي؟ لا هم 3 وجبات بس كميات كبيره، كميات مش قليله، ولكن هي الوجبات تعتبر نباتيه. بنستخدم فيها سلسله من الاعشاب مثلا، بتكون الاعشاب برضو اعشاب هنديه، اعشاب بتساعد معايا على الحرق، واعشاب بتساعد معايا على عمليه التوازن. الكون كله مبني على عمليه التوازن بشكل او باخر. طيب ازاي انا اوازن الجسم؟ يعني ايه اوازن الجسم؟ يعني اعمل توازن بين العقل والروح والجسد. تمام. لما باجي ادخل في ياس او باجي ادخل في حاله احباط في الرجيم، بيكون ده بسبب التراكم السلبي اللي عندي. حاولت كتير وما عرفتش مثلا. طب ما حاولتش خالص بس شفت ناس حاولت وما عرفتش. تمام. طيب انا عندي شهوه تجاه الاكل، يعني بتضايق باكل. بتضايق باكل. صح. طيب او زهقان باكل. في ناس تحت قائمه بتضايق. في ناس لا بتزعل بتاكل. تمام صح. طيب وفي ناس لا بتحب شكل الاكل. صح. ايوه بس انت الناس اللي بيلجأوا للبرنامج ده انا حاسه ان هم اقرب لاسلوب المعيشه. اقرب لاسلوب المعيشه في مرحله متقدمه. في مرحلة متقدمة. في مرحلة متقدمة. هو حضرتك متخصص لا. فقط فيما يخص الخساسين يعني لوزنج ويت لا 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 خالص. انا التخصص بتاعي لا انا بتكلم على البرنامج ده اللي هو الترا سوبر ديتوكس. يعني ده الترا سوبر ديتوكس بيشتغل زي ما قلنا على 3 اجزاء خالص، عقل وروح وجسد. يعني بيشتغل على برمجة العقل اللاواعي، وبيشتغل على الوزن عموما. وفي حاجة أهم من الوزن، امتى الجسم هيفقد وزن؟ مش لما أنا بطل أكل. لما يبقى الجسم خفيف، لما يبقى الجسم خفيف من الطاقات السلبية اللي فيه. الطاقات السلبية دي بتتركز عندنا في حاجة اسمها مسارات الطاقة في جسم الإنسان. الشاكراز. لا الشاكرا هي المراكز الأساسية. اوكي. تمام. المسارات دي ده الفرع من جوه الشاكرا. اوكي. تمام. طيب المسارات الأساسية بالنسبة لنا دي مسارات كتيرة جدا جوه جسم الإنسان. طيب أي إحساس سلبي، أي فكرة سلبية، أي معتقد سلبي، أي قناعة سلبية موجودة جواك، حزن بقى اهم غام. يعني دي مالهاش علاقه بحجم الجسم بقى، انا تخينه رفيعه، مجرد الاحساس السلبي ده بيقل. كل ده بيعمل ايه؟ بيعمل لك عمليه تثبيت داخلي للوزن. بيعمل عمليه تثبيت داخلي للوزن بدون حاجه، الجسم ما عندوش استعداد ان هو يفقد. تاني حاجه الجسم ذكي جدا، يعني احنا بنتعامل معاه او حتى البعض بيتعامل معاه ان انا هبطل اكل هخس. لا الجسم اذكى من كده بكتير، الجسم اول ما يحس بالخوف يبتدي يخزن مواد دهنيه تحت الجلد اللي هي بتطلع على السلوليد بعد كده. طب وانا بتخليني ازاي اطوع جسمي واتخلص من الطاقه السلبيه دي عشان ما اعملش التخزين اللي الجسم احنا ممكن نضحك عليه شويه بس نفهمه، نفهم هو بيفكر ازاي. يعني الجسم عايز بروتينات، عايز املاح، عايز معادن، عايز الحاجات دي. فعشان كده انا بحطها له في الاكل، بس بحطها له بالصوره النباتيه. طب بتعرف ازاي انا عايزه ايه؟ انا دلوقتي لو جايه لك كواحده هي احتياجات الجسم داخله البرنامج، احتياجات الجسم العاديه دي احتياجات اي جسم. ايوه متطلباتي انا بقى مثلا افرض انا بتضايق باكل زي ما حضرتك بتقول. تمام. مكتئبه نفسيا. عندي ظروف خاصه في حياتي المعيشيه. تمام. عشان كده احنا في الترا سوبر ديتوكس احنا كنا مسؤولين عن عمليه الاكل نفسها، يعني الفطار والغداء والعشاء احنا كنا المسؤولين عنه. بس طيب كلمه اخيره تقولها للمشاهدين في ختام الفقره عن برنامج الالترا سوبر ديتوكس. طيب التوازن، كلمه التوازن. التوازن هي حاجة احنا نقدر نعيشها لو احنا عايزين نعيشها. الموضوع بس انك تكون منفتح ومتاح. بمعنى ايه؟ كل ما تخلصت من السلبيات اللي موجودة سواء في افكارك او في حسيسك او في الاكل اللي انت بتاكله نفسه،
سواء الاكل المحطوط عليه مواد كيماويه او المواد المسرطنه او الى اخره، سواء الاكل الغير صحي الجانكس فود كلها، كل الحاجات دي الكتر بتاعها نفسه غلط. احنا بنرث من صفه المأكولات اللي احنا بناكلها، يعني بناخد منها، بناخد من الهرمون بتاعها سواء كان الهرمون حيواني او سواء من طب الوقت بقى دايما عنصر الوقت ده اخيرا برضو مهم ان احنا ننوه عنه. انا ببقى محتاجه وقت قد ايه علشان اقدر اوصل للمرحله اللي حضرتك بتقول عليها؟ تمام. ولا انا من خلال برنامج ممكن استمد الوقت ده حتى لو انا مش عارفه اعمل بلان كده لنفسي؟ اوكي، هو كبروجرام ممكن تطبقه في حياتك يبدا من اسبوع، ده من لحد اسبوع الأعلى. سبعة ايام. سبعة ايام بنقطع فيها المأكولات اللي هي المأكولات السريعه، بنقطع فيها المأكولات الغير صحيه، بنحاول نعتمد على المصادر الطبيعيه، بنحاول ان احنا نعتمد على الخضروات اكتر بشكل اكتر، لان هي بتغسل عندي الجسم وبتنظف الجسم بشكل عام او مطلق. اول ما الجسم بيبتدي يحس ان هو رجع للماهيه بتاعته او للاصل بتاعه بيبتدي هو كمان يساعدك. ده مش لازم، يعني انا مش لازم الجا لكم فقط لو انا عايزه يعني اخس، لكن ممكن لو انا مثلا حاسه بمشاعر سلبيه او نفسيتي تعبانه برضو الترا سوبر ديتوكس بيساعدني من خلال الطعام. نفس الموضوع، يو ار وات يو ايت، يعني نفس القصه. نفس القصه. وهل ممكن ناس تبتدي تشتغل معاكم عن طريق المراسله لو هي مثلا مش قادره تتواصل معاكم بشكل يومي؟ هل انا ممكن اطبق الـ 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 النظام ده؟ اكيد طبعا. في اشخاص سواء كانت بتحضر كل يوم، في اشخاص تانية بتبقى اونلاين او في بلدان تانية بعيد يعني عن القاهره او كده. بنبتدي نبعت الانظمه الغذائيه بتاعتنا، بنبتدي نبعت. وانا ناويه اجربه علشان انقل للناس تجربه عمليه. طبعا انا كان نفسي يبقى وقتنا اطول من كده، لكن طبعا حضرتك تاخرت علينا. فطبعا انا بشكر حضرتك جدا ونورتنا الاستاذ احمد عبد العاطي، وهو مدرب الارشاد الروحي ومدرب بالطاقه الحيويه. نورتنا، ونتمنى باذن الله ان احنا نقابل حضرتك ويبقى عندنا فرصه اكتر ان احنا نقعد نستعرض فيها يعني تطورات البرنامج، ونشوف بقى كمان النماذج اللي دخلت وخدت تجربه مع حضرتك وتاثير البرنامج ده عليها ايه. بشكر حضرتك ونورتنا. صباحك صباح الورد. شكرا.